معنا زميلنا عايد السعدي، ومعنا الآن من ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية رياض مراسلنا الآخر أحمد الجدي. أحمد تحياتي، أعطينا الأجواء عندك لنشوف. أحمد الجدي تسمعني؟ ما يسمع الحين. مرحب فيك أبو كرم، سامعني؟ أسمعك أعطينا الأجواء. يلا حياك الله أبو كرم، رحب فيكم بالسادة المشاهدين. إذا بطل جديد في نهائي كأس الملك في نسخته 46 بجانب اللاعبين تفاريس وأيضا محمد صيعري. مبروك، congratulations today. Thank you. Merci beaucoup. شكرا for support. Thank you for fun. Okay. يشكر الجماهير. شكرا للجماهير. يقول اليوم you score 2 goals. 3 sorry. 3 هاتريك. 2 is sorry with Baten because if you today here because sorry score 2 goals with Baten. Okay. مبروك محمد، اليوم وش سر الانتصار الفيصل اليوم يصنع التاريخ بتحقيق اول لقب؟ اول شيء الحمد لله على كل حال، الف مبروك للجماهير، الف مبروك لنا جميعا. الحمد لله اليوم تكاتفنا، كنا يد واحده، نستاهل هذا الفوز، اشتغلنا عليه يعني من 3 أيام تقريبا، يعني عرفنا نخرج من جو مباراة الشباب. الحمد لله اليوم بالرجال جبناها. اي سبيك اوكي سي سبيك نو بروبلم. الحمد لله جو اليوم ما قصر وجابها، الله يعطيه العافية ما يقصر. وش شوف للأمانة أنا ما بقول له حتى لا تترجم له، أنا ما بقول له في وجهه للأمانة. من زمان يعني ما جاء محترف أجنبي يعني بهذه الروح بهذا التعامل معه. قلنا لا تترجم، بيترجم لازم تمدح لانه ما شاء الله يعني واقف معانا، يوقف حتى لما انا انزل في المباريات. يعني من زمان ما لعبنا مع مهاجم اجنبي يبغاك انت تسجل قبل لا هو يسجل، تعرف انت يعني. ما انا ما بتكلم، بالعكس يعطيهم العافيه جميع الاجانب، بس انا بتكلم على الشخص هذا كيف يتعامل معانا. يعني لما تقول لاعب خبره جاي يساعد اللعيبه، هذا واحد من هذول اللعيبه يعني ما شاء الله. والله طيب والله ما يرد لا والله ما يقصر والله ترد له المدام تزعل. دول بيان بيزو كوم كوم يدوي اديك صافا ما سراجانيس. شفت كيف؟ الحمد لله انه ربنا اكرمنا بواحد زي هذا، بواحد مهاجم نظيف. ان شاء الله باذن الله يعني السنه هذه توجنا بكاس الملك. يعني لسه ما يعني باقي قدامنا ان شاء الله مباراه الهلال، بعد مباراه الهلال نفكر بالسوبر، قدامه شغل كبير باذن الله يجيب لنا السوبر كمان، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله يكون موسمنا في الدوري على مستوى الدوري افضل من السنه هذه ان شاء الله. How do you score 3 goals? Comment t'as fait pour marquer 3 buts? On va dire c'est beaucoup grâce à l'équipe parce qu'aujourd'hui malgré que qu'il y a eu beaucoup de changements, on a fait un beau match, on a bien joué, je trouve qu'on a été super heureux dans le jeu. Mis à part quelques longs ballons sur Tawamba, ils n'ont pas eu énormément d'efficacité comme nous on a pu l'avoir. طبعا ثلاثة أهداف جت بفضل يعني الله ثم بفضل مجهودات جميع اللاعبين، بالرغم انه كانت في تغييرات كثيرة لكن الجميع كان أدى يعني وعطى كل ما عنده. بالنسبه لفريق التعاون يقول كنا افضل منه، ما شفتش غير الكور الطويله يعني بالنسبه لفريق التعاون، طريقه لعبه كلها لعب طويل، كرات طويله للتوامبا. فريقنا كرويا كان افضل وحاضر احسن في مباراه اليوم. طيب بما انه بطل يعطيني هو هذا هديه خلاص. C'est pas un problème, c'est pas la mienne, tu peux la garder. يقولك ما يحقك حقتي انا. اوه جحدي على طول. نبغى هزوجه كذا اغنيه كذا لازم. انت مطر محمد يلا. يلا سبيك فيصل. يلا يونو. اولي 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 فيصلي فيصلي. طب ميرد. ثانك يو. إذا وصلنا لنهاية تغطيتنا من استاذ الملك فهد الدولي بالرياض. ألف مبروك لفريق الفيصلي، هارد لك للتعاون، بطل جديد في النسخة 46 من كأس الملك. شكرا لك أحمد الجدي، وشكرا أيضا لعايد السعدي.